انا كل يوم زملائنا وزملائي في البرنامج يعني يبداوا يدوني اخبار الزمالك مهتم بكالوشا، الاهلي مهتم بكالوشا، ان شاء الله ريال مدريد عشان عارف حلمك يعني باذن الله ريال مدريد بكره يبقى معايا الخبر دوت ويبقى ريال مدريد مهتم بكالوشا، ليه لا ان شاء الله يا رب. موضوع الاهلي والزمالك ده مجرد كلام ولا بدا الوكلاء يتكلموا معاك ويتكلموا مع انا فاهم طبعا كل حاجه تبقى من خلال انبي، بس هل الكلام ده له اساس من الصحه ولا هو بعيد تماما؟ هو طبعا زي ما انت قلت هو كل الكلام والحاجه هتبقى من مفهوم اتجاه النادي بتاع انبي طبعا مفهوم، لان هو اللي ليهم فضل عليا طبعا بعد ربنا ان انا اكون متواجد في المكان ده ويبقى اسمي بيكبر يوم عن يوم. صحيح، وهم اداره وجهاز فني رائع يعني الناس كلها محترمه. انا عارف طبعاً استاذ ايمن الشريعي من وكابتن محمد اسماعيل طبعاً وكابتن تامر مصطفى، حاجه بصراحه شغل يعني الشغل تحس ان احنا اسره فعلا، مش صحيح. مش نفس اللي هو مثلا ايه بيفرق ما بين رئيس نادي ومدير فني تلاقي فيه، لا بالعكس كله تحس ان احنا وحده واحده، فده اللي كان منجحنا الفتره اللي فاتت وهينجحنا ان شاء الله الفتره اللي جايه دي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ناحيه ان هي الاهلي والزمالك طبعا فخر لاي لعيب ان اسمه يرتبط بناديين كبار طبعا اهلي او زمالك، صحيح ده طبعا يعني حاجه كبيره، صحيح انما حاجه رسمي والله انا لسه ما اعرف اي حاجه خالص، بس هو في كلام ما اقدرش اخبي عليك او مثلا ممكن يبقى في كلام، بس انا ككالوشا اللي هو الكلام انا ما بعتبروش جد طبعا، ما انا احس ان انا مثلا فعلا في حاجه بجد ان حد مسؤول رسمي مثلا بعت لامبي هنا او يتكلم هنا او هنا او يكلم كالوشا ذات نفسه مفهوم، انما طبعا يعني انا اتمناها طبعا يعني ان انا العب في ناديين كبار زي دولت المكان اللي انا هتواجد فيه طبعا يعني ده هيبقى شرف يعني انت يعني انت يعني انت كالوشا لما وكيلك اتكلم معاك او اي حد اتكلم معاك قال لك الكلام جاي اكتر من نادي الزمالك ولا من نادي الاهلي؟ دي سهلة والله والله ما هكدب عليك في كلمه بس انا حقيقي انا مع اللي اتقال لي كله ان انت ركز الفتره دي اعمل اللي عليك الفتره دي وسيب الباقي علينا ان شاء الله، ده اللي اتقال لي. انا برضو بيني وبين نفسي قلت بيني وبين نفسي حتى بعيد عن الكلام ده كله انا مش هشغل دماغي باي حاجه، انا ممكن مثلا اشغل دماغي يبقى دروب لي انا لا صح. انا اجتهد واسعى واتعب واعمل اللي عليا قدام ربنا ربنا بقى رايد ان انا كنت هنا او هنا دي حاجه بتاعت ربنا وخير، واجتهد واتعب ده اللي انا اقدر اعمله الباقي كله بتاع ربنا طبعا ان شاء الله. انت ليك اصدقاء في الاهلي والزمالك ولا مش مالكش اصدقاء؟ مين اقرب لك في الاهلي او الزمالك؟ من الناس اللي انت بتحبهم يعني او بتتكلموا مع بعض طول الوقت؟ يعني في الزمالك انا يعني زميل ليا قوي ومتربي معايا ومن صغره ومن مثلا سنه من اول 9 سنين كده احمد فتوح يعني واحنا صغيرين جدا طبعا طبعا العلاقه ما كانتش احسن حاجه لما هو مثلا كان هو مثلا يعني ربنا كرمه وكان موجود في نادي الزمالك طبعا ما كناش لسه برضو ايه ما كانتش موجوده لما انا كنت في الدرجه الثانيه برضو ما انت عارف التواصل ممكن يبقى قليل شويه بارك في حاجه بتاع برضو محمد صبحي طبعا في الاهلي كان ليا اصدقاء كتير عمار ودلوقتي مثلا الناس برضو كلها اللي موجوده برضو يعني لما بشوفها برضو بنسلم على بعض واحترام صراحه انا ما شفتش منهم غير كل احترام هنا او هنا بصراحه يعني اللي شفته دلوقتي ان انت اصدقائك في الزمالك اكتر يعني عادي طبيعي ان انت ممكن يبقى ليك مالكش اصدقاء دلوقتي في النادي الاهلي ممكن بعد كده يبقى ليك ممكن ما يبقاش ليك في الزمالك وبعد كده يبقى ليك ده هي الكوره بتبقى في يوم وليله في متغيرات كتير طبعا. فتوحه ما قالكش امبارح ولا حاجه وانت في الملعب مستنيك؟ لا والله ده كان على طول عمالين نكف في بعض بس في الملعب بسبب الوقت اللي بيضيع مثلا يا عم انتوا شادين ليه يا عم مش عارف ايه اللي هو الحاجات اللي هي اللي في الملعب دي الهزار يعني بس. كابتن احمد عايز اسالك على حاجه مهمه جدا بعيد بقى عن الاهلي والزمالك وتعلقك العظيم مع انبي، المنتخب حد دردش معاك في الفتره الاخيره؟ حد قال لك ركز؟ حد قال لك احنا شايفينك؟ حد قال لك احنا مراقبينك؟ انا من فتره كبيره كنت يعني اعرف بس مش من حد مسؤول رسمي في المنتخب انا كان عندي في النادي يتكلموا معايا ان الناس بيتفرجوا عليك بيتفرجوا مثلا على كذا لعيب في نادي انبي وشايفين نادي انبي كويس وبيتفرجوا على لعيبه فيه فانت اعمل اللي عليك واجتهد انا انا حلمي بجد ان انا ربنا يكرمني طبعا انا برضو انا بحترم مستر فيتوريا جدا طبعا الراجل شغال شغل عظيم ان هو بيفكر في لعيبه بره في الاهلي والزمالك برضو اللي بيجتهد وبيلعب بيقربوا والكلام ده كله ان انا ليه ما بقاش في بطوله امم افريقيا اللي جايه بعيد عن ربنا كنت لسه الواحد يتعب ويجتهد ويبقى موجود ليه لا
مفيش تعب، انت من غير تعب ومجهود مش هتوصل لحاجه، لكن بتعب ومجهودك ان شاء الله ممكن توصل للي انت عايزه. هايل هايل. انا كنت لسه اسالك اقول لك ما بتحلمش كده ولا تفكر انك تبقى موجود في قائمه كاس الامم الافريقيه القادمه، فانت قلت لي على طول يعني. لا حق مشروع لكل لاعب. انا عليك. يعني انا بشوفها ان هو انت دلوقتي بتلعب في الدوري، في الدوري المصري، فانت من الفرقه الاخر من اخر فرقه في الدوري لحد اول فرقه في الدوري، ده حق مشروع ليك ان انت تلعب في تمثل المنتخب طبعا. انت دي بقى بتفرق ما بين كل لاعب ولاعب. اه مثلا ممكن تبقى مثلا في دلوقتي في ناس سابقينك كتير مثلا لعبوا قبلك كتير، ماشي على عينه وعلى راسه والكلام ده كله يحترم طبعا جدا، بس انت برضو تتعب وتجتهد ومتعرفش الخير فين. يعني اكبر مثال محمد عبد المنعم ما كانش في الصوره، هو واحمد ياسين فجاه راحوا كاس العرب، فجاه اللي كمل محمد عبد المنعم مثلا، احمد ياسين بقت شويه مثلا، بس اللي كمل ما كانش في الصوره، ما كانش حد يعني معلش، كان الاثنين لسه برضو يعني زي مثلا دلوقتي مثلا هم مثلا لسه مش معروفين قوي ولسه ما حدش يعني بيتكلم، ما لهمش تاريخ دولي يعني، ما لهمش تاريخ دولي طبعًا. في المباريات الدوليه طبعا صحيح. كل حاجه اتغيرت. محمد عبد المنعم دلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه، حاجه محترمه جدا ولعيب كبير جدا طبعا، وربنا يكرمه يعني خطواته اللي جايه ان شاء الله. حلو. انا اعتقد ان انت ومحمد عبد المنعم تعملوا ثنائيه عظيمه جدا في منتخب مصر يعني، عشان انتوا الاثنين كمان بتعرفوا تلعبوا الكوره بشكل حلو قوي يعني، اعتقد ده اللي بيحبه فيتوريا كمان. وانت على فكره دي ميزه اعتقد انت طول الوقت بتنميها، فكره الطلوع بالكوره، فكره المدافع التقليدي بتاع زمان ده خلص يا كابتن احمد. طبعا اللي هو بيطفش ده. انت دلوقتي كل المدربين اصلا يعني اي مدرب دلوقتي اول حاجه بيبص لها مثلا انت الحته الدفاعيه دي طبيعي لازم تبقى موجوده طبعا. لو مش موجوده يبقى دي مشكله. بس حته اللي هو مثلا ايه بقى كوره ذات نفسها، انت دلوقتي ممكن هتلاقي العالم كله ما فيش حاجه اسمها ان انا ما ابداش كوره دي، ان انا مثلا السيرد باكين اللي عندي او الثلاث مساكين اللي عندي دولت ما يبداوش الكوره. يعني احسن فرقه في العالم اللي انا بشوفها ناجحه مثلا تلاقي مثلا يعني السنه دي مثلا في الدوري برايتون، يعني بشوف احصائياتهم مثلا من اقل الفرق اللي في الدوري كله عامله لونجات، ما فيش حاجه اسمها جون يعمل لونج دي. سان داونز بكره لما يجي لاعب الاهلي، انا لسه متفرج لماتش اللي هو بترو اتلتيكو اللي هو مطرود منهم واحد، لا فرقه محترمه جدا، سهوله في الطلوع بالكوره، باص، الناس بتشتغل، ده برضه يبقى كله برضه، بس في الاول وفي الاخر بيرجع انت. انا ممكن كالوشا يبقى عنده الحته اللي هو بالطلوع بالكوره، بس المدير الفني اديني طولي دي لونج باص، انا مش عايز منك، مش عايز كده. فممكن يكون اللعيب عنده دي، بس المدير الفني مديله قرارات ومديله حاجات ما ينفعش يعمل غير كده. صح كابتن احمد كالوشا، انا بشكرك شكرا جزيلا. مدافع انبي واحد من المتالقين جدا في الدوري المصري من الموسم اللي فات بصراحه، واحد من الموهوبين في خط الدفاع، تصورش الشخص يعني له مستقبل مع منتخب مصر وله مستقبل ايضا سواء مع نادي ممكن زي الاهلي او الزمالك، هو مع نادي محترم جدا دلوقتي هو نادي انبي بالتاكيد، بس ممكن ياخد كمان خطوه لقدام او يطلع بره كمان، واحد من المدافعين الكويسين جدا في الدوري المصري حقيقه للحق يعني. وده اللي خلى الكلام على الزمالك والاهلي ان هم ممكن يبصوا له الفتره اللي جايه وممكن يتعاقدوا معاه طبعا بموافقه نادي الانبي.